إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاه 2015 أو 16، ولكن أتوقع أنه 15، ولكن ينطبق على أغلب السيارات تاه. يمكن الرجال يشتكي من تهريب أو نقص الفريون، يقول كل 3 شهور أو 4 شهور يعبي فريون. طبعاً للأمانة ما في شيء واضح، فحص أكثر من مرة وما في شيء واضح في الفريون. طبعاً المنظومة هنا تختلف، السيارات العالية فيها كومبرسر زيها من أي زي حال أي سيارات البقية، راديتر مكيف زي حال السيارات البقية، مواسير أي نعم، لكنه عنده ثلاجة إضافية خلفية، في ثلاجة أمامية زي حال السيارات لكن عنده ثلاجة أمامية. الموديل 2015 إلى 2020 كان في عيب مصنعي في راديتر المكيف في الزاوية العليا اليسرى، وأنت مقابلها بتكون اليمنى اللي هي في الزاوية هذه. للأمانة السيارة ما فيها مشاكل، لاحظوا عندي هنا الزاوية هذه دائما يكون في تهريب، للأمانة نظيف ما في شيء. نظريا ما في مشكلة في الإبر، عندي واحدة هنا الثاني هنا، هذا الإبرة ما فيها مشاكل. ليات كومبرسر للأمانة ما في شيء واضح، كومبرسر هذا هو. كومبرسر ما في شيء واضح في يودي إلى التهريب. العموم أيضا حتى عندنا هنا ما في شيء واضح للتهريب. عندنا منظومة خلفية اللي هي الثلاجة الخلفية أيضا فحصناها، لاحظوا كمان ما في تهريب، لأنه لو في تهريب زيت، لأن الثلاجة الخلفية أفقية، فلو في تهريب راح ينزل المواسير عليها زيت ويصير فيه أثر تهريب. طبعا ما في شيء هنا، فحص أكثر من مرة ومن ضمنها المكالة مرتين أو ثلاثة يقول على حسب كلامه، وأصروا على أنه المشكلة في الثلاجة. طبعا أنا أؤيد إذا ما ظهر معاك، لأنه الثلاجة ليش؟ الثلاجة داخلية وجاية على شكل بهذا الشكل عرضي، وبعدين الماسوره طويله، فلو في تهريب بيكون في تهريب في الرقبه حقت الثلاجه الداخليه، فما راح يظهر معاك في الشكل الخارجي، فما عندنا شيء يبين هنا خارجي. فالارجح حسب كلام الوكاله، والارجح اللي انا واغلب الناس، انه التهريب بيكون داخل الثلاجه. عشان تفك الثلاجه هنا لابد تفك الطبلون بالكامل. الاغلب دائما يتخوف من فك الطبلون، والله ما يلام، لانه الطبلون يعتبر منظومه رئيسيه وحساسه، ممكن سبحان الله اي تكسير يسبب مشاكل وتكلفه ما الله بيعلم. لكنه ان شاء الله حسب الطريقه اللي راح نسويها واللي سووها قبلنا، سواء عن طريق اللي هو في مقطع في اليوتيوب عن طريق التوكيلات او الجميع، وفي برضه مقطع اجنبي قد سووها اكثر مره، فراح ان شاء الله نفك الطبلون بالكامل بدون اي مشاكل، ولكن تدريجيا حسب المراحل والمراحل التدريجيه اللي توصل للثلاجه. فاول شيء وقبل كل شيء عشان ما نقفل البطاريه ونفصل الكهرباء، راح نرجع الكراسي الى اخر مستوى خلفي للخلف عشان يعطيني اريحيه في الفك والتركيب. خلصنا من هنا، الان نروح للمرحله الثانيه، المرتبه الثانيه. ايضا تكون الكفرات على استقامه، الدركسون يكون على استقامة، بدأ راح نثبت الدركسون على علامة معينة. أيضا المقعدة هذه رجعها للخلف حالة من حال المرتبة المقابلة. لا راح نفصل أصابع البطارية كذا. الآن خلصنا من كل شيء يخص الكهرباء وتجهيزها قبل الفك. فكيت القاعدة حقت البطارية، هذا مثبت، وهذه القاعدة حقت البطارية. للأمانة بعض الاجتهادات ما لها داعي، هنا حاط لي سكروب مربع أو مفتاح مربع، الآن جيت أفتح أي يفتح، المفروض إنه هنا مسمار 10 نفس النظام اللي هنا. فللأمانة يعني ما أدري كيف، أحاول أفتح ما يفتح معي، لكنه طب أحاول فيه، لأنه المربع مو بالشكل، يعني أحط مسمار عادي انتهى الموضوع. العموم فكينا الآن القاعدة، وراح نفك الاصابع الان، وبعدين راح اشوف الحل للمربع هذا. طبعا يبدو لي الاصابع من اول كانت خربانه،
وحطوا له هنا صامولة ثانية، بس كان الأفضل يحطوا هنا مربع صامولة عادية 10 هنا 10 وانتهى الموضوع، لكن بهذا الشكل ما يصلح. العموم حلينا الموضوع، فكينا الأصابع الآن، وإن شاء الله راح نغير المسامير أفضل من كذا. طبعا الآن المرحلة الثانية عندنا هنا بعد الفصل البطارية، راح نفك كل الدركسون. عشان نفك الدركسون راح نفك كل الهواية اللي هنا. عندنا في مسمار هنا مربع، وعندنا هنا مسمار مربع، وهنا في كليبس. بعد ما نفك حق الفيوزات اللي هنا نطق الكليبس. طبعا عفوا مو هو مربع، مسمار ألينكي عن طريق هذا المفتاح أو غيره. طبعا ثلاثة، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. أنا عندي هنا محلول، لاحظوا مفتاح هنا برضو كبس، وكمان هنا واحد. لاحظوا الآن عندي الآن مفك، راح نفك الآن الكليبسات هذه اللي هنا حق فتح الغطاء المحرك أو الكبوت. طبعا هنا في لسان تضغط عليه من هنا وتسحب الورق. أربع مسامير مع الديكور هذا، وتحطه في مكان مخصص عشان ما يضيع المسامير ومرتب. نجي نفتح الأربع مسامير حق العارض هذا. هذه الأربع مسامير راح أفتح الآن. وهذه المسامير الأربعة حق القاعدة حق الدركسون أو العارض. راح نفتح السلك عصا الجير عن طريق الكبس، وعندي هنا في تيلة راح نسحبها سحب عن طريق له السكروب. لاحظ الآن طلعت معنا الكليبس اللي هنا أو القفلة حقت العصا. لاحظوا طلعناها، هذه هي الآن القفلة حقت السلك. راح نضغط من الجنب هنا نطمينه ونطلعها برا. أيضا هذا فقط مجرد السكرو راح يطلع معنا. لاحظوا طلع معنا بكل بساطة. فكينا السلك، لاحظوا عندي هنا كليبسين تضغط بهذا الشكل بس عن طريق سكرو، طلع معنا الآن سلك عصا الجير. وراح نحرره من هنا، راح نحرره من القاعدة هذه. بس الآن تحرر عندي العصا بالكامل من الطبلون. تحرر الآن العصا، سلك العصا عندي من الطبلون. لا راح نبدأ له الضفاير هذه، الضفاير حق الدركسون هذه راح نحررها من الطبلون ونخليها متحررة برا عشان نفك الدركسون بالكامل. في عندي هنا حق الإرباق، هذا السلك الآن، السلك هذا حق الإرباق. لازم نوصله بالقاعدة لأنه جاي مع الدركسون اللي هنا. شوفوا طلعنا سلك الإرباق، هذا هو عندنا الآن، وهذا الفيش اللي جاي من الكنترول المديول. عندي هنا هذا الفيش مرقف هنا. طبعا هذه كلها الآن تفصل، كلها تفصل. كلها تفصل الآن. طبعا ما في أي غلطة، كل لون يركب في مكانه، كل فيش يركب معنا في مكانه. وأيضا السنترة حاجة الفياش، كل فيش يركب له سنترة مخصصة. فكنا الآن فيش الكنترول المديول، وهذا حق الإرباق. باقي عندنا هنا فيش حق الدركسون، باقي عندي الفيش هذا لازم نفصله من هنا. انطق هذا حرر القطعة هذه وأفصل الفيش من هنا. هذا عندي هنا الآن أغلب الأفياش صار عندي متحررة. باقي عندي الآن هنا الفيش أو الفيش حق الحساس زاوية الدركسون، راح أفصل الآن
خلصنا الان من الضفيره كامله. هذا حساس زاويه التركسون وهذا الضفيره كامله. الان بس راح نفتح المسمار اللي هنا مقاس 15 او 17 ويتحرر معنا الدركسون ونسحبه برا ويكون ثابت في مكان ما حد يتحرك معه او يحرك فيه. فكنا المسمار الان راح نطلع الدركسون شوي شوي. عفوا قبل نطلع الدركسون عندنا هنا اربع مسامير، هنا واحد وهناك واحد وهنا واحد وعنده هنا واحد في المؤخرة. هذا قاعد تثبيت دركسون. فكينا دركسون، هذه المسامير الأربعة، هذا حق عمود الدركسون الداخلي، وهذه المسامير الأربعة التثبيت، وهذا عنده الآن الدركسون. راح نحطه في مكان آمن وثابت. هذه هنا المسامير والضفيرة وهذا الدركسون مريح عندي هنا. نفسه ما شاء الله قافل، فراح هنا نحط لي خلاص مكانه لين يكون آخر منظومة راح أركبها بعدين. كذا الآن خلصنا من الدركسون. كذا الآن هذا عندي مجموعة الدركسون. لا راح نفتح الديكور الجانبي هذا والثاني. عندي هنا فيه زي الكليبس هذا، عندي هنا فيه هذا الكليبس اللي هنا تضغط على الأسفل وتسحبه على جنب. طبعا راح نفك الديكور اللي هنا، نفك الديكور اللي هنا بهذا الشكل. وعندي هنا مسمار 10، هنا مسمار 10. فكينا الديكور اللي هنا، هذا عندنا هنا. راح نحط المسامير ما باحتياط عشان ما يضيع علينا. الديكور حق الفيوزات، فكينا ديكور الفيوزات. راح نفك الكيابل اللي عندي هنا، فك الاسلاك مع القواعد التثبيت لهذه وهذه وهذه موجوده هنا في الفتحات هذه، فكيناها. راح نفك الديكور هذا الارضي هذا، ننزل الكيابل اسفل. فكينا الديكور هذا. للأمانة مشكلة هذه، والله ما فكت معاه الغصب. طبعا هذا اللسان تضغط الأسفل وتسحب لورا، لكنه ماسك بالقوة، ما يمكن جلست يمكن فيه أكثر من نص ساعة في هذا الكليبس. على ما فكينا الآن هذا موجود عنده هنا. راح أفك الآن الديكور هذا. راح نفك الكيابل اللي عندي هنا. طبعا هذا هنا فيه زي القفلة تضغطها بس بهذا الشكل يطلع معك، تسوي بهذا الشكل. هذا واحد، عندي هنا الثاني برضو، هذا هنا. نفك الكليبسات اللي هنا. حررنا الأسلاك، راح نفك الديكور هذا، راح نفك الديكور الجانبي. طبعا هذا كلبس او كبس نرفع لفوق ويطلع معنا. راح نفكه معنا الان. لكن عندي هنا حق البروجيكتور، راح نفك الفيش حقه. هذا الفيش حق البروجيكتور، والله ما ادري بروجيكتور ولا. المهم انه فكنا الآن القاعدة هذه اللي فك الديكور حق الطابلون. الآن راح نفك الديكور هذا اللي هنا، ولكن يحتاج إلى شوية عناية لأنه مكبوس كبس. نفك تدريجي
للنهاية. الديكور العلوي وهذا الحمد لله ما في أي كسورات، وهذا عندي هنا الحساس الاستشعار، هذا عبارة عن لف حق تثبيت القاعدة، فكناه من هنا. طبعا الآن فكينا كل شيء. عندي الآن هنا مسمار، عندي هنا مسمار، عندي هنا مسمار، والمسامير البقية كلها إلا في الجنب. فكينا جميع المسامير، فكينا جميع المسامير العلوية. الآن راح نفك المسامير الجانبية. وقبل أبدأ فك المسامير الجانبية راح أفك الديكور هذا، لأنه هذا برضه صعب شوي، فهو اللي راح نفكه وبعدها تستسهل علينا الأمور الباقية. فكينا البطانة السفلية، هذا أنا عندي البطانة السفلية مع المسامير. راح نفك الفيش المروحة. راح أفك المسمار الآن اللي هنا، المسمار اللي هنا، فكينا المسمارين. راح برضه نفك المسامير الجهة الثانية. طبعا المسمارين الجانبين راح نخلي هنا عشان نعرف ان هذا المسمار الجنب. طبعا راح برضه نفك الكيابل اللي هنا، نفك الغطاء هذا عن طريق هنا في قفلات. طبعا راح بس نفك الأفياش هذه الاثنين اللي خاصة في الطبلون، البقية نخليها. طبعا عندي هنا في كليبس ضغطه، وضع هنا بالسكرو تضغط من جوا الجانب تفتح. تم فك الكيابل. لو راح نفك المسامير الجانبية، عندي واحد هنا وواحد هنا. الآن ممكن نقول المرحلة ما قبل الأخيرة، أو على الوجه الأخير، النهاية، فك القاعدة هذه أو مسامير القاعدة هذه. هذا نقطع هنا، راح فك المسامير الثلاثة هذه. فكينا القاعدة، فكينا الطبلون بعد ما فكينا الأفياش السفلية الـ USB اللي هنا. وأيضا فكينا الماس اللي راكب هنا في المسمار 10، أيضا هذا الكليبس فكيناه، وأيضا نفس الحكاية هنا الماس عندها، والظفيرة هذه برضه اللي هنا أسفل. هذا عندي هنا الطبلون، هذا الحساس. الآن نجي نفتح له الثلاجة. طبعا هذه الثلاجة بالكامل، مساميرها كلها من الخارج. فكينا الكيابل أو الضفيرة اللي هنا، وهذه برضه الضفيرة اللي هنا مفكوكة. راح نلسم الفريون، نفك المسامير اللي مثبتة في الثلاجة. طبعا عندي هنا مسمار اكثر من مسمار، لاحظ هناك في برضه خلف الثلاجة مسامير. نفك برضه الليات الحار، ونفك برضه الماسورة حقت الثلاجة. هذا القسامات، وهذا الليات الحار، وهذا حق المكيف. فكينا جميع المسامير، لكن قسم بالله العظيم في المسمار اللي خلف الثلاجة من أسفل وراء إنه يعادل تنزيل محرك، جرحت يدينا. في حالة ثانية أفك الثلاجة، حرام إن أفك الثلاجة عشان مسمار، ولكن بعض الشغلات إنه تطول فيها، لكنه للأسف فلسفة صانع عشان استنزاف الصيانة. فكينا الثلاجة، وهذا الآن عندي هنا الثلاجة مفكوكة بالكامل. راح أطلع الآن برا. طبعا هذه الجلد حق اللي الحار، لكن لازم تتغير.
ليش؟ لأنه فيه كان عنده شوية زي بداية التهريب في الماء الحار، فمن باب الإجراء الصيانة لازم تغير، لأنها متعبة، فالأفضل أنها تركب حاليا لأنه فكناها. أطلعها برا وبروح نأخذ عنها جولة عن الكنترولات اللي عندنا هنا. طبعا فكينا المسامير، هذا عندي الآن الديكور حق الثلاجة، راح نفتح الراديتر المكيف أو ثلاجة المكيف الحار، راح نفتح ثلاجة المكيف. طبعا عندنا هنا مجموعة مسامير، راح نفك السلك هذه نبعدها عن مجرى الثلاجتين. طبعا هذا جميع المسامير من ضمنها الكنترول حق البوابة اللي هنا وحقة التثبيت، هذا اللي نحطها على جنب. أنا عندي هنا الغطاء حقة الثلاجتين محلول. طبعا هذه برضو حررناها من القفلات اللي هنا، من هنا من هنا من هنا، عشان الكيابل هذه مثبتة على نفس الديكور، فحررناها عشان نطلع الغطاء حق الثلاجتين. طبعا ما راح يطلع لنفك الكنترول اللي هنا، فكيناه. وإذا فكينا الكمبيوتر أو الكنترول حق المكيف اللي موجود هنا عن طريق له قفل بهذا الشكل، سكر بهذا الشكل. فحنا فكينا بس عشان يعطي حرية أنه نطلع الغطاء بدون. طبعا كلها عندك الحالتين، تفك الأفياش هذه أو تفك الكنترول تخلي معها. هذا لنا غطاء الديكور حق الثلاجتين، هذا ثلاجة الحار وهذه ثلاجة المكيف البارد. للأمانة بدون تعليق ما في أي أثر تهريب، حتى هذه ما شاء الله نظيفة، وهذه الرقبة حقت الكومبرس ما شاء الله تبارك الله نظيف. بالعادة إذا في تهريب تكون من الرقبة ويكون التهريب داخل الجرم اللي هنا، بس هنا ما شاء الله تبارك الله نظيف ما في شيء. ولا أعلم فين سبب التهريب، مع أنه هنا فيه أثر إحمرار بس ما أدري تهريب ما في تهريب. هنا فيه شوية زي الزيت، لكنه بصراحة ما يبين عليها أنه في مشكلة من الثلاجة هذه. الثلاجة الخلفية برضو ما شاء الله تبارك الله ناشفة ما فيها أي مشاكل. راديتر المكيف سمت شايفين ولا في أي أثر تهريب. على العموم فكينا، نتأكد منها الآن في هذه الديترات، نتأكد من الضغط مع أنه مشكوك هنا، لكن لا أعلم كان في تهريب هنا أو لا. من الأحرم عينا في تهريب. على العموم نوديها ونشيك عليها. طبعا هذه المرحلة الأولى، الآن فكينا الطابلون، فكينا الديكورات حق الثلاجة، جهزناها عشان نفحص ونتأكد. إن شاء الله المرحلة الجاية الجزء الثاني اللي هو التركيب، والتركيب معروف آخر ما يفك أول ما يركب. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.